اهلا 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 وسهلا فيك استاذ جاد، كيفك؟ منيح؟ منيح. انا جرب قد ما في. نعم، شو قلت له؟ استاذ جاد. استاذ جاد. اوكي. ليه؟ ما سمعت استاذ، انه ما فيك هيك. مش الرئيس. لا انا بقول له استاذ بس يصير مثل ما نحن بدنا ونصير نعيط له فخم. هو رئيس بري حزب سبعه، يعني دوله الرئيس. مروني جاد؟ مروني. ضارب حسابك. برافو عليك. هيك لازم تنتبه كنت. لا جهاد نحن اصحاب باي ذا واي. بالعكس انا نحن كنت عم نعمل ريفرس سايكولوجي. انا الاسئله اوعى تفكر انه كان في اسئله سؤال موجه لك، بالعكس انا تحت افرجي نفسيتك الطيبه وقديش بتحترم الموسيقى وقديش انت بتتقبل هالمنظر. بس بيير جهاد عم بيطالب بالدوله المدنيه، ما تشد ايدك. بيير، لا مزبوط، نحن عم نطالب هيك. ايه ومفروض اصلا نحن كنا نطالب قبل ما انت تطالب، يعني معلش. بس بدنا نطالب رئاسة الموارنة. اوكي نادي، شو جيب لنا اخبار حلوة؟ هلا ما في اخبار حلوة، بس انا عم جرب قد ما فينا نضحك ونضحك ناس. انا بالنسبة لي انا شو بدك فيي انا؟ ليه؟ هلا اوكي مصاري كثير بس مش مبسوط. عجب؟ ايه خي بعدك بتطلع مصاري. ايه كثير. برافو. برافو. يعني شو بدي اخبرك قد ايه في خوازيق وكذا بهذا الوضع، كثير حلو. خاصة هلا انه بعثوا لي قسط جونيور ابني. اي سنة جونيور؟ جونيور ثالث سنة بوتي جاردان. شو؟ دوبل بوتي جاردان؟ شو عم تشمطوا؟ كيف ثالث سنة بوتي جاردان؟ ايه ثالث سنة بوتي جاردان. انا فكرك اول سنة خلص بتقلع وبتمشي؟ لا ثلاث سنين رح اقلع. اول سنة اوكي كان الوزير اللي اسمه صعب. نعم وزير التربية والتعليم. كان ما يحب انه يبعث الاولاد بالشتويه وكذا وهيدا. صح. كيف توفق؟ ايه ما توفق اول سنه. ثاني سنه مرتي تكمصت الياس بو صعب، ما حبت تبعته بالشتويه على اساس انه شتي وعواصف كذا، بركي فات عليه مايا على اساس او شيء يعني. ايه ما بعتته، قلت لها بنبعته بالصيفيه، قالت لي بالصيفيه شوب، وطلع انه بالربيع بحسحس، كمان ما توفق ثاني سنه. نعم. وهيدي الثالثه، يعني بتروح نهار بتوقفه يومين وكذا بيولع دوليب كثير بزاف. بوتي جاردان. صعبه عم تكون؟ هلا صعبة يمكن على كثير اولاد بس مش على ابني، مش لانه ابني يعني. بس انه اذكى بيبي شافه بحياته. هي مش قصة ذكاء دوبل ثلاث، مش قصة ذكاء. لا 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 اي مخالفة. بقول لك انه ظروف صارت يعني وهلا هيدي بس السنة. بس سوري عم بيحكي عن ذكاء، بدنا نوجه تحية لزوجتك يعني اذا طلع البيبي ذكي لزوجتك. مضبوط. انا اكثر حدا شفته بحياتي انا. ليك وهلا كمان عم نحكي انه ماديات وكذا، السنة بتكلف 6000 دولار انه مهم. 6000 دولار؟ 6000 دولار. ايه بيعلموه بالبوتي جاردان. بالبوتي جاردان بيعلموه ا بي سي، يعني بيوقف الحرف ب 2000 دولار بكلفني اكثر من الفينيقيه. عم نتعب اكثر من الفينيقيه تنجيب الحرف وكذا، 6000 دولار خيب. وهلا عاملين لهم هن انتبه هلا لانه في اوضاع مش منيحه، تسليلات عاملين كور دو راتراباج. البوتي جاردان بتعرف قد ايه بيروح عليه قصص للصبي؟ يتراكموا عليه مشكله يعني. ايه على اساس انه هلا مثلا مكسور عليه بريكولاج. ايه وعم بحطوا صوتهم على اغنيه توينكل توينكل. اوكي. إيه. بجيبوهم السبت هلا؟ بجيبوهم السبت والاحد، عرفته حتى على الاعياد يعني لحتى يلحقوا. يعني عم يشتغلوا الجميع قد ما فيهم. هلا بتعرف بهيك وضع يعني المصاري ما مصاري، انا قلت لك مرتاح. نشكر الله. برافو. مين؟ طيب حبيبي ضربني الجوع ورطوبه. ورطوبه. والبراد عنا بالبيت بتفتحه فاضي بس في الموتور بقلبه عم بيعر. هلا رح نبيعه ونعمله خزانه. اها. ايه بس انه مهم انه يتعلم الصبي وما عندنا مشكله ندفع مصاري. هذا بتعرفوا التكاليف بالمدارس. نحن بنشد على حالنا بس الولاد اهم شيء. 100%. عندك التكاليف كمان هلا الكوستيم والمريول. غالي الكوستيم؟ اي غالي بس ما عندك مشكله للولاد، ما عندك مشكله انت بس قدر الشعور انه انت وراح تجيبه من المدرسه ويركض عليك يقبر قلبي وتغمره كيف بيبشع على بدنك. اوف. يعني اكيد ابنك بي. لا ما خص خص ال 90% تبع البوليستر تبع المريول بوقف. ما لها علاقه، ما لها علاقه. شو سعيد. وعندك ناس بتحط ابنها بالاوتوكار وكذا، نحن ما بنحطه بالاوتوكار. ليه؟ على اساس اولاده وبركي بتوصله انت؟ لا مش موصله، نحن ارتقت مرتي انه نجيب له شوفير. اوف. ايه وسعره منيح ولقطه وهيك، وقد ما الله بيحبنا. وين بيته؟ وين؟ بلزق المدرسة. اخي سريع. ايه. ايه. بس ما معه سيارة. انا بروح بجيبه على بكره لعنا، بياخد السبب بوصله بيرجع، برجع انا بوصله للشوفير. سو انت الشوفير. ايه زبط. برافو. كله هين. انت اكيد انه الصبي دوبل مش قصه ذكاء. حبيبي طالع لامه وعمل لك طالع لامه. يو رايت. ايه
تشمت انت كمان. لا بس ما حابب الاول. هيدي شو حبيبي؟ هيدي صار من اول حلقه عم توقع وبجرب هديها وما اقول على الهواء انا عم هديها. نتف التلزيق. فضحت لي اياها. هلا كلهم هول هينين. كلهم هول هينين. اصعب شيء بس بيفوت على المدرسه وخاصه اول سنه بوتي جاردان بيعملوا له فحص كونكور دانتريه. اوف. ايه. على بوتي جاردان؟ ايه لولا. شو الفحص؟ هيدا شو عم تتلبك مثل مارتي، مارتي هون بنكيت. دخيلك شو بدنا نعمل ومعقول جبنا الاسئله من حدا، معقول حدا يساعدنا، صارت تستقطب معلمين واساتذه من بلاد برا وكذا انه طب نعمل له رشتات بالبيبرون مثلا نكتب له الالفابيه قفل بيبرون والالوان على كمر الحفاظ يعني صرتوا بتشوف انتم جون روج بامبرز فير بامبرز بامبرز ما لها عليها هي مكتوبه على الحفاظ يعني نحط الالوان تبعها وصلنا المديره هي شخصيا بتعمل له الفحص اوف ايه سيريس مش ستريس وكذا قعد قالت له شو اسمك حبيبي قال لها نادي قالت لي يخز العين يخز العين شو على سرعه البديهه اللي عنده اياها الصبي انه نادي حرفين انه مش انه مثلا اسم 13000 واحد انه هيدا قالت لي انا بالنسبه لي ما بقى بده فحص خلص كثير المهم مرتي عندها بهذا الموضوع تبع الفحوصات وكذا عطول بدها ابنها الاول عطول 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 برافو عليها وهذا الام بتحس بهذا الشيء انه بالفحص بيطلع الاول حتى بفحص البول مرتي بتدرسه اياه قبل بوقت وبدها اياه كرجة مان شو بتدرس فحص بول خيي يلا جود جود وان جود وان يا حلوه زكات جلد وما جلد خلص شتوية اجت ايه نزلنا الشتوي برافو وهلا انا بهذه المناسبة جاي احكي عن اللي صار امبارح الفيضانات وكذا وهولي انا ما بعرف ليه اول شيء على طول نحن بلبنان بنقوص على المطرح الغلط وبنطالب المطرح الغلط يعني اليوم قيموا قيمتهم امبارح على وزارة الاشغال صح وعلى مجلس الانماء والاعمار طب انه بدنا نوقف اليوم نستخف بعقول الناس ونقوص على اللي لازم نقوص عليه بعرف اذا توافقوني الرأي يعني اليوم اعطيني شغله وحده لازم تعملها وزاره الاشغال باللي صار امبارح تفتح الريجاريت مش مزبوط خي مش شغلتها تفتحهم هول ونحن اليوم مش مطلوب شيء بهيك عاصفه او بهذا الفيضانات اللي صارت نوجه نحن التهم لوزاره الاشغال اليوم في شخص واحد او وزاره وحده بتتحمل هالمسؤوليه مين وزاره الشباب والرياضه ليه شو ليه حبيبي بهيك تقس المي لهون شو بدها غير سباحه والجراند تيكار والجمباز على وجه المي شو بدنا وزاره الاشغال تفتح لنا الريجار عملولنا امبارح ماراثون بطير العقل ما حضرتوا ما نقلتوا انتوا بيكم بس بالثوره ايه اخذت لكم عقلكم عملوا ماراثون بلش بطبي بطير العقل كان هو المشي على وجه المي اوكي عرفت هيدا مثل العاب بهلوانيه يعني اذا ساعدك جسمك وكنت سبورتيف وكذا بتتاهل على الكارانتينا اوكي على الكارانتينا شو بيصير هونيك هونيك شوي اغمق يعني اذا بدك عرفت كمان جرب تعمل افور قد ما فيك بقصص بهلوانية ما بهلوانية ايه. وكذا وهيدا هيدا ترياثلون صار في 100% ايه تتوصل اخر شيء اذا تأهلت توصل على الفينال وين؟ على النعمة اوف ايه صعبة كانت هونيك الالعاب كانت بهلة مائية هونيك اول شيء عندك الغمق بيلعب دوره نعم. بتتكل على نفسك لانه ما في اكسجين ما في شيء يعني بتنزل بتتكل على الله وبتشوف كيف بدك تدبر حالك حتى تطلع والدولة كانت مشكورة يعني حتى وزارة الداخلية مشكورة يعني مشان السيارات وكذا هلا فتحوا نافع سيرمير حلو كثير يعني دفاتر كمان برمائية للسيارات وكذا لأنه عن جد بهدل يعني أنت بتعرف اليوم بيير المي وصلت للركب بس للركب؟ لا بالنسبة لنا نحن الركب أنت بتبلع مي على أكيد بيير اليوم بهذا الوضع عن جد يعني ما بقى في سياره تقدر تمشي يعني على طول بيقول لك انت انه بدك سيارات رباعيه الدفع طب وبني ادم هالانسان بده يمشي ثنائي الدفع شو بيعمل يعني ما بقى فيه يمشي رباعيه الدفع يعني نحن ما بقى فينا نمشي مواطنين مزبوط عندك بس صابر رباعي في يمشي ورابع زياد ما عجبتك ايه زدتها ايه بسك اوعى شغلي علي وحيد الله لا بس انا هذا لحاله هو طيب بطلت كفي لا ما عم انزل لا بس بهذا الوضع انا مع احترامي ومحبتي لفخامة رئيس الجمهورية الجنرال ميشيل عون بهيك وضع وبهيك تقس بعتقد اشتقنا لرئيس يكون موجود معنا هو الرئيس إميل لحود
كان يسبح. ليه؟ أخبرك لأنه هذا رئيس جمهورية سابق عم تمسخروا عليه. يلا رجير عند غادة عون يلا قريبا الله رضى. لأنه اليوم بس يكون في رئيس مثل رئيس إيميل لحود بيعرف يسبح ولا يمكن عم خبرك ولا يمكن يغرق البلد. بتعرف هيدا كل شيء لليلة. لا عندي بعد شيء بس لأنه لا قولوا